ابي واخي الدكتور حمد بن محمد الدولاني رئيس هيئه الوداع والمحفوظات الوطنيه لسلطه عثمان الشيخ المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الانسان بالبيان ورفع منزلته بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على هذه الأمم النبي الأمين وعلى آله وصحبه الأكرام والتابعين لهم ما تعاقبت الأعوام والأيام. معالي الأستاذ الدكتور محمد العرف الموقر وزير الثقافة والاقتصاد، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، إنه من دواعي سرورنا وامتناننا وعظيم تقديرنا لكم أيها الكرام الأخيار أن نحييكم تحية طيبة مقرونة بالمحبة والوئام والأخوة الصادقة التي نكنها لكم من أعماق قلوبنا في سلطنة عمان إلى المملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا. حيث يمضي بلدكم الشقيق قدما في تقدم وازدهار وأمن وسلام تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ورعاه. هنا في الرباط عاصمة الخير نلتقي سويا في هذا الحفل البهيج لنفتتح فيه أعمال ندوة العمارة الإسلامية في المملكة المغربية وسلطنة عمان الترميم والأرشيف والمعرض الوثائقي المصاحب لها بتنظيم مشترك بين أرشيف المغرب وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان. نبرز من خلالها العلاقة والترابط الوثيق بين الأرشيف والوثائق وما تحتويه الذاكرة الوطنية من الوثائق والخرائط والدراسات والمعلومات التي تؤول إليها من سائر الجهات المعنية في الجهاز الإداري للدولة ومن أفراد المجتمع، ودورها في تأكيد العلاقة الترابطية لهذا المفهوم وفي المجالات المتعددة، وهي بذلك تعمل على إبراز الجهود المختلفة خلال الحقب الزمنية لتكون محل دراسة وتقصي لأدوار متعددة وموضوعات تخصصية تطرحها أوراق العمل وصولا للغايات المنشودة والأهداف المرجوة والتشابه القائم في الطراز المعماري الإسلامي الرابط على أرض عمان والمغرب. فالقواسم مشتركة وأدوارها متشابهة مما حدا بالبلدين لتبادل الخبرات العلمية والمهنية في مجال الترميم والصيانة للمعالم الأثرية من التحصينات والاطلاع والحصون العمانية، وهو إدراك قائم على ضرورة المحافظة على ما أنجزه الإنسان العماني في مختلف مجالات الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وإسهامه الحضاري الإنساني لتشكل تلك الإنجازات على مر العصور والدهور
تاريخا حراريا كليدا تحكي شواهده وآثاره ورسوماته ومبانيه، قصة تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات الحضارية. وما نجده اليوم من آثار وقلاع وأدوات تنطق شاهدة لأحداث جرت ولجولات وصولات وقعت، وما تلك المدافع والقلاع والحصون إلا ولها حدث وحكاية تنطق عن الإنسان العماني الذي تزود بها للدفاع عن حوض الوطن وتحت معاقل الأعداء، أو استولى عليها من الغزاة وعاد استخدامها. وفي عمان كل ود أو مربض خيل أو مرسى سفن، كلها تاريخ يتذكره الإنسان العماني، وكل محفوظ وكتاب ووثيقة تناقلته الأجيال وتنهل من معارفه لتؤكد بكل فخر واعتزاز فإن الإنسان العماني حاضر في وجدان الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعا. هكذا هي عمان بمختلف مسمياتها في العصور الغابرة، ظلت حاضرة في الكتابات الحضارية القديمة السومارية والبابلية والأرامية والفرعونية وغيرها، وبجغرافيتها وامتداداتها التاريخية. وكل عابر لجغرافيتها الممتدة يستوقفه تاريخها أرضا وبحرا وسماء وأعلاما وأقواما، لتشكل معا حرارة إنسانية تمد يد المحبة والوئام والسلام. وظلت عمان في نهجها الإنساني قرونا تلو الأخرى تتمسك بمبادئ السلام والمحبة، لتزداد أكثر رسوخا وتثبيتا في عهدها الزاهر الميمون بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. فالاهتمام بالتراث والوعي والإدراك به ليكون زادا صالحا لشحذ وجدان الأمة بأصالتها ورسوخها وكيانها الماضي العريق، والاستعانة به على رقيها في حاضرها ومستقبلها، والعمل على استغلالها وإيلاف العناية والاهتمام واستمرارية وجودها، والتي تشكل جزءا من هويتنا ومن التراث الفكري والحضاري والإنساني. وانطلاقا من هذه المعطيات أولينا على أنفسنا أن نعمل للتعريف بهذا الرصيد وتقديمه ليكون أداة في مجال البحث العلمي والإبداع الفكري. أيها الحق الكريم، إن سلطنة عمان والمملكة المغربية الشقيقة أولتا أنفهما التاريخي عنايتهما الخاصة، وها نحن نشهد جل الاهتمام والرعاية التي أولتها المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على تاريخها وحضارتها التليدة وما تزخر به من إنجازات حضارية إنسانية، محل فخر واعتزاز لنا. ونلتقي اليوم في رحاب بلدكم الشقيق لنستعرض معا قواسم العمل المشترك والوقوف عليها وتعريف أمر أفراد المجتمع في البلدين بما يزخر به البلد الآخر وما تحقق من منجزات شكلت علامة
في نهضة البلدين الشقيقين. فتحية إجلال وتقدير إلى الأخ الدكتور مدير أرشيف المغرب للعمل سويا إعدادا وتحضيرا وتواصلا لإقامة الندوة التي تعقد هذا اليوم، والتي ستضيف أوراق عملها رصيدا علميا باسم في البحث العلمي ورفد المكتبات والباحثين بمعلومات الندوة والتعريف بنماذج من المعلومات في المعرض الوثائقي للمشترك. وتحية تقدير وإجلال وثناء لسفارة سلطنة عمان في الرباط ولكوكبة العاملين فيها وعلى رأسهم الأخ سيد بن سعيد المعولي القائم بأعمال رئيس البعثة، الذين بذلوا جهودا متواصلة منذ انطلاق التحضير والإعلان، فكانوا خير عون ودعم لنجاح إقامة أعمال الندوة في أعمالها التنسيقية، فلكم منا جميعا الشكر والتقدير. وتحية تقدير إلى الزملاء والزميلات في كل منه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وأرشيف المغرب لما بذلوه من جهد وعمل خلال فترة الإعداد والتحضير. وتحية خاصة إلى الأساتذة الكرام من الجانبين المغربي والعماني الذين سيقدمون أوراق عمل خلال أعمال الندوة. ومسك الختام التقدير والاحترام والشكر والثناء إلى صاحب المعالي وزير الثقافة والاقتصاد وأصحاب المعالي والسعادة على رعايتكم هذا الحفل وحضوركم وامتلاء هذه القاعة، ما هو إلا دليل على عمق العلاقات وعلى عمق الإدراك بأهمية هذه الندوة التي سترسخ في ذاكرتنا بإذن الله عمق العلاقة التي تربط عمان والمغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.